في الحلقة السابعة من قراءة كتابا. النهاردة هنعرض لكم كتاب مهم جدا. الكتاب ده بينظم لنا وقتنا وبيساعدنا على إنجاز المهام بتاعتنا بسهولة، وكمان في نفس الوقت هو بيساعدنا على إزاي نحدد أولوياتنا. أكيد عرفنا هنتكلم عن الإيه، هنتكلم عن إدارة الوقت. الكتاب ده لحد من في الولايات المتحدة، لمؤلف في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أصل كندي، اتولد سنة 1944 وليه أكثر من 90 أو 94 مؤلفا في مجال تطوير الذات والتنمية الشخصية. والكتاب بتاعه ده حقق أعلى مبيعات، حوالي 1.6 مليون نسخة اتباعوا من الكتاب ده، وهو طبعا انترناشنال بيست سيلر، ويعني حقق أعلى مبيعات دولية وترجم إلى عدة لغات، اللغة العربية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى لغته الأساسية وهي اللغة الإنجليزية. الكاتب بيدينا 21 قاعدة أساسية أو كبرى من أجل إنجاز المهام بتاعتك، أو زي ما هو قال الضفدع، أو المهمة أو الهدف اللي احنا عايزين نحققه. طيب، الكاتب اسمه بريان تريسي، والكتاب بتاعه اسمه Eat That Frog. فروج هنا معناها المهمة أو الهدف اللي انت عايز تحققه. فبيديك بيقولك بيستطرد بقى في السب تايتل، بيقولك 21 great ways to stop procrastination أو procrastinating، يعني 21 قاعدة كبرى لأنك أنت، أو طريقة من أجل أن تقف أو توقف فكرة التأجيل، تأجيل المهام بتاعتك، أو أن أنت بتأجل أعمالك أو ما بتنجزهاش نتيجة أنك أنت مش عارف تحققها لأن المسؤوليات عندك كثيرة. And get more done in less time، وإزاي تحقق معظم هذه المهام بتاعتك اللي أنت نفسك تحققها في وقت وجيز أو وقت قليل. يبقى Eat That Frog, 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time. طبعا بريان تريسي، والطبعة دي الطبعة الثالثة، زي ما قلنا الكتاب الطبع في 2001، ودي النسخة الثالثة أو الطبعة الثالثة سنة 2017. طيب تعالوا، أنا مش هقول الكونتنت لأن الكونتنت بتشتمل على 21 قاعدة، خلينا ندخل في 21 قاعدة على طول. بس قبل ما ندخل في 21 قاعدة، هي هو في جملة في المقدمة قالها جميلة جدا ونفسي إن احنا أقولها لكم، اللي هي لأنها هو ده اللي من أجله كتب هذا الكتاب القيم أو حط هذه القواعد لل 21 قاعدة أو لإزاي ننظم وقتنا. You can get control of your time and your life only by changing the way you think, work and deal with never-ending river of responsibility that flows over your each day. بيقول لك انك انت ممكن بسهولة ان انت تتحكم في الوقت بتاعك من خلال ان انت تغير طريقتك في التفكير وطريقتك في العمل، وازاي تتعامل وتحط اسس للتعامل مع نهر سماه نهر، يعني ريفر سماه نهر، من المسؤوليات اللي هي بتقع على عاتقك كل يوم. You can get control of your tasks and activities only to the degree that you stop doing some things and start spending more time on the few activities that can really make a difference in your life. بيقول لك انك انت ممكن انك انت تتحكم ازاي في المهام بتاعتك والانشطه بتاعتك من خلال انك انت ما تركزش فقط على كل الجيش او كل المسؤوليات الكبيره دي، لا، ركز على انشطه صغيره ولكن لها عظيم الاثر ولها نتائج قيمه جدا وتاثير قوي جدا على مستقبلك او على مستقبل المؤسسه اللي انت موجود فيها، وبتحقق انجازات أكبر. يعني ركز على الحاجات الكبيرة قوي ولوحدها الحاجات الصغيرة هتتم. يبقى the degree that you stop doing some things and start spending more time on the few activities، خلي عندك أنشطة صغيرة وخلصها وابدأ في أنشطة غيرها. That can really make difference in your life، دي هتغير حياتك كلها وتعمل a change in your life، أو تغير طريقة تفكيرك في الحياة أو طريقة إنجازك للمهام بتاعتك.
طيب هو برضو كمان كان بيقول حاجة برضو عايزة أقول لكم عليها، إن هو بيقول أنا ذاكرت وقريت لي في درست معظم كتب إدارة الوقت بداية من يعني قعد 30 سنة يدرس كتب في إدارة الوقت، وانغمس في أعمال الإدارة، وزي بداية طبعا من بيتر دراكر وأليكس ماكنزي وألين لاكن وستيفن كوفي وكتير قوي، وقرأ حوالي آلاف المقالات حوالين إدارة الوقت وحوالين إزاي تنظم وإزاي الشخصية تكون سوية وإزاي تتعامل مع تكون more productive person، إن أنت إزاي تكون أكثر إنتاجية وأكثر نشاطا. وكان حصاد كل هذه القرايات الكتاب اللي هو عمله ده، أو eat that frog اللي هو التهم الضفدع أو المهمة، أو إزاي تلتهم الوقت بتاعك وما تخليش الوقت بتاعك يسرقك، أو إنك أنت ما تنجز الحاجات اللي أنت عايز تعملها أو تحقق أهدافك بسهولة. فهو بيقول I have studied time management for more than 40 years، أكتر من 40 سنة أنا بذاكر الـ time management. I have immersed myself in works of Peter Drucker, Alice Mackenzie, Alan Lacan, Stephen Covey and many others. I have read hundreds of books and thousands of articles on personal efficiency and effectiveness، عن الكفاءة الشخصية والإنتاجية والفاعلية. This book is the result and this book is the result، يعني الكتاب ده هو نتيجة كل حصاد كل القراية بتاعته دي. تعالوا نشوف الـ21 قاعدة اللي قال لنا بيهم. أول حاجة set the table. set the table أول قاعدة set the table معناها حدد الهدف بتاعك أو حط الهدف بتاعك. وطبعا احنا زي ما احنا اتفقنا ان الأهداف لازم تكون smart، smart يعني قابلة للتطبيق. وهو قايل ان لازم تكون الهدف بتاعك ممسوك، يعني الهدف بتاعك concrete وواضح وملموس وان انا اقدر اتحققه. smart معناها specific measurable achievable realistic and time bound، يعني ده abbreviation لان الأهداف بتاعتك لازم تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق في الواقع وقابلة وتكون واقعية وتكون محددة بوقت وزمن. القاعدة الثانية بيقول لك plan every day in advance، معناها حدد مسبقا، خطط مسبقا يومك أول بأول. يعني معناها إيه؟ معناها إنك في كل وقت بكرة تقول أنت عارف إن أنت بتنجز أعمال محددة، بكرة هتحدد أعمال اللي هتعملها إيه؟ يبقى اكتب ده على ورقة وقول أنا بكرة هعمل إيه وإيه وإيه، أو استخدم التكنولوجيا، استخدم التكنولوجي أو استخدم الموبايل بتاعك، واقدر إنك أنت تستخدم فيه الميموري، تستخدم أنا هعمل إيه وتحط النوتس بتاعتك وتخلي الريمايندر بتاعك او ذاكرة التليفون بتاعتك او التكنولوجي تساعدك او الورق، اعمل او حط علق ورقة، اعمل اللي انت يساعدك او يساعدك انك انت تحقق فعلا الهدف بتاعك او الحاجات اللي انت عايز تنجزها في قبل ما قبل ما تبتدي تحققها. وبيقول لك حاجة مهمة جدا، انت عارف انت لو خططت ليومك بدري كل شوية، يعني انت لو خططت ليومك قبل ما يبدأ وكتبت ايه اللي انت عايز تعمله فعلا، بيقول لك 10% من وقتك اللي انت بتستغرقه في التخطيط ده هيوفر لك 90% ساعة انجازك للمهمة أو ساعة إنجازك للحاجة اللي أنت عايز تحققها. يعني 10% تخطيط بيساوي توفير أو بيوفر لك 90% من الوقت ساعة إنتاج أو ساعة إنجاز المهمة اللي أنت عايز تعملها. القاعدة رقم 3 بيقول لك apply the 80-20 rule to everything، معناها طبق الـ 80-20 أو قاعدة الـ 80-20. يعني إيه؟ يعني عايز يقولك إن دي طبعا قاعدة باريتو أو مخط أو مدخل باريتو أو طريقة باريتو. وبيقول لك إن الطريقة دي بتنجز لك كتير قوي من المهام. يعني بيقول إن أنت تقدر في 20% من الوقت تنجز 80% من المهام بتاعتك. ازاي؟ انك انت تحط عينك على الحاجات الاساسية اللي عايز تحققها وتكون مركز عليها قوي، ثم انك انت تستطيع بسهولة انك انت تنجزها. يعني 20% تقدر انك انت تحقق
في 20% من الوقت 80% من المهام أو الأنشطة أو الحاجة اللي أنت عايز تنجزها، وهتحقق بدرجة إنتاجية عالية جدا، لأن ساعة التركيز أنت بتركز هنا على المهام الكبرى. كل ما ركزت عينك على الأهداف الكبرى والصعبة واللي بتكون قوية أو حاجة قوية ولها تأثيرات لما بتعملها وبتنجزها على المؤسسة بتاعتك وعليك وعلى كل حاجة وعلى المجتمع بتاعك كله، كل حاجة دي بتساعدك أكتر إن أنت إيه، إنك أنت تكون الحاجة اللي أنت بتعملها مهمة وفي نفس الوقت تخلصها في وقت مبكر. يبقى أول حاجة تحدد الهدف، تاني حاجة خطط ليومك أو بدء كل يوم مسبقا، تالت حاجة طبق قاعدة 80-20 أو 80-20. الحاجة الرابعة بيقول لك consider the consequences، ودي حاجة مهمة جدا. الconsequences النتائج أو الresults، يعني اعرف ايه هي تداعيات الحاجة اللي انت بتعملها. يعني عندك في حاجة اسمها الأهم فالمهم، عندك في حاجة اسمها ايه هي الأولوية، ايه هي الحاجة اللي ممكن ان انت تنجزها بشكل اسرع. يبقى او البرايورتيز الاولويات، انا النهارده اولويه ان انا اذاكر للامتحان، الاولويه ان انا اخلص البحث، الاولويه ان انا اقرا الكتاب ده، يبقى الاولويه يبقى لازم اخلص الكتاب ده. ليه؟ لان انا عارف نتيجه ده ايه. يبقى لو انا الاولويه ان انا لازم اروح للطبيب علشان اكشف علشان كذا، يبقى لازم اروح للطبيب لان ده النتيجه بتاعته هتاثر على صحتي. طيب لو انا خلصت دي، لكن لو انا اجلت قلتها، لا هتأثر عليا وعلى صحتي وهتأثر على مستقبل بعد كده وهتأثر على حركتي وهتأثر على حاجات كتيرة جدا. يبقى احنا بتتحسب، يبقى consider يعني حط في اعتبارك او ركز على النتائج للحاجة اللي انت بتعملها، هتلاقي نفسك انجزتها بسرعة، وهتلاقي نفسك يعني قيمة الحاجة او قيمة النتائج او القيمة اللي انت هتحققها من انجاز المهمة هتخليك انك انت تستعجل في انجازها. كمان في حاجة اسمها practice creative procrastination. هو انت ممكن تأجل حاجات، ممكن تأجل حاجات، بس ايه قيمة الحاجات اللي انت هتأجلها دي؟ عشان كده في القاعدة الخامسة بيقول لك مارس التأجيل الإيجابي. يعني ايه تمارس التأجيل الإيجابي؟ يعني انت عندك في مهام، احنا هو حتى بيقول لك في ضفدعة كبيرة وفي ضفدعيات، فمش معقولة تركز على الضفدعيات الحاجات الضفدعة الصغيرة وانت قدامك ضفدعة كبيرة. طبعا التشبيه سخيف شوية ان انت يقول لك كل الضفدعة او التام الضفدعة، طبعا احنا ما عندناش حد بياكل الكلام ده، ولكن هو عايز يقول لك ان دي حاجة كبيرة جدا. انت لو عندك ضفدع كبير حاجة كبيرة هتبص ليه للصغير؟ فعشان كده بيقول لك انت ممكن تأجل ايه؟ تأجل الحاجة اللي مش مهمة، تأجل الحاجة اللي هي not important for you، أو الحاجة اللي هي ممكن إن أنت تتأجل سنة واتنين، أو تتأجل 6 شهور، أو تتأجل أسبوع كمان، أو تتأجل 10 أيام. بس في حاجات urgent زي مثلا نتائج امتحانات، زي مثلا امتحانات عايز تعقدها، زي اجتماع مهم جدا عايز تعقد. طب في اجتماعات سنوية ممكن إن أنت ما تعقدهاش دلوقتي، تعقدها بعدين في أجازات، في أوقات تانية، في ممكن احتفالية، ممكن زيارات، ممكن مناسبات، ممكن احتفال بحاجة معينة، ممكن دي تتأجل. لكن في حاجات مهمة جدا ليها تأثير على مستقبلك ومستقبل المؤسسة اللي بتشتغل معاه او هكذا، فما ينفعش تتأجل. يبقى في حاجات ممكن تتأجل وفي حاجات ما ينفعش تتأجل. يبقى دي برضو بيدخل فيها عامل اللي هي البرايوريتيز، وانك انت ممكن تأجل تأجيل ايجابي وكون ذكي، ولكن هنا في التعامل مع الضفدعيات او الحاجات الصغيرة. القاعدة الستة بيقول لك ايه؟ بيقول لك use the ABCD method continually. معناها انك انت باستمرار استخدم ال ABCD method. اللي هي ايه بقى ال ABCD method دي؟ معناها ان انا عندي مجموعة من المهام. المهام دي انا عندي، هو فاكرين في الاول خالص كان بيقول لك ريفر اوف ريسبونسابيلتي. انت بتعتقد ان انت عندك حاجات كتير قوي عايز تنجزها. طب تعالوا صنفوا بقى الحاجات دي، فصنفها من خلال الموديل او النموذج الاي بي دي اي. هتلاقي ان معظم الحاجات المهمه بتتركز في الاي فقط لا غير. الاي دي معناها الحاجات المهمه قوي، امال البي ايه؟ البي دي الحاجات الاقل اهميه. يبقى الاي دي هي الحاجات التوب، الحاجات اللي ما تقدرش تستنى، اللي انت ما تقدرش تأجلها.
لكن البي حاجات مهمة، بس البي الاي او الالف مهمة جدا، وبيتفرع منها مهام فرعية ومهمة برضه زي الف واحد، الف اتنين، الف تلاتة، الف اربعة، دي اللي هي تحطها في تركيزك وبؤرة اهتمامك وتنجزها سريعا. اما ب فبه دي مهمة بس ترتبط بالتخطيط للمستقبل، يعني ممكن تيك يور تايم بقى وتاخد فيها وقتك، وتاخد فيها ان انت تخطط هتعمل ايه في اجازة الصيف، هتخطط هتعمل ايه للسنة الجاية وانت بتشرح دروسك، هتخطط هتعمل ايه. يبقى دي حاجات مهمة ولكن ممكن تتأجل. اما الحاجات جيم دي، جيم دي حاجات بترضيك انت لكن مش ملهاش نتائج. يعني ايه؟ يعني لو انت شربت فنجان قهوة، تروح تخرج مع اصحابك، تتكلم مكالمة تليفونية لأحد الأقارب، تدردش في التليفون، تلعب حاجة، تمارس هواية عندك، كل دي ملهاش نتائج. ممكن تكون ليها نتائج عليك انت، تبسطك، تخليك أكتر، تديك أكتر طاقة، لكن ملهاش نتائج على العمل بتاعك. الدال بقى دي اللي هي او دي الحاجات اللي مش مهمة خالص، الحاجات اللي هي ممكن تضيع لك كمان وقتك، زي مثلا التشاتنج واثناء العمل، زي الخروج والفسح اثناء العمل، زي مثلا الرد على الايميلات او الرد على التليفونات او الرد على الرسائل اثناء العمل. كل الحاجات دي كلها حاجات مش مهمة خالص، ودي حاجات ممكن تتنازل عنها وممكن ما تعملهاش، يعني ما تعملهاش في وقت العمل، قصدي يعني مش في وقت التسلية أو الراحة. أما الإي بقى، الإي دي اللي هي بنقول عليها الحاجات اللي هي ممكن تديليجيت، اللي أنت ممكن تفوضها، يعني إنك أنت ما تقربش ليها خالص وتديها لناس أقل منك، زي مثلا الاتصال بالمرؤوسين علشان في اجتماع كذا، زي مثلا إنك أنت عايز تبعت حاجات ايميلات، او عايز تبعت حاجات لناس علشان الاجتماع، او علشان نتائج حاجة، او علشان تسأل على حاجة، او الكلام ده كله ممكن تفوض فيها موظفين او مساعدين ليك، لكن تركز انت على الحاجة هي الطب اللي هي الايه، اللي هي الحاجة الاساسية اللي هي دي الضفدع بقى، الحاجة اللي انت لازم تنجزها دي بقى، اللي هي الماضي اللي هو الاي بي سي دي اي. طيب بعد كده القاعدة رقم 7 اللي هي focus on key results areas. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عايز تعرف ايه هي تأثير الحاجة اللي انت بتعملها دي على المؤسسة بتاعتك، يبقى ركز على مواقع النتائج او ذات النتائج الاساسية. يعني انت عارف ان انت لما تدخل المشروع ده هتجني منه ارباح كتيرة، يبقى خلاص تركز على المشروع ده. عارف ان انت لو تعاملت مع الشخص ده ممكن انك انت يساعدك في انك انت تحقق بعض اهدافك، يبقى نتعامل مع الاشخاص اللي بيساعدونا على اننا نحقق اهدافنا ومش بيحبطونا، لا بيخلونا على طول ان احنا ممكن نتقدم. طيب عارف انك انت كذا، يبقى انت بتركز على ان المواقع او المصادر اللي تخليك تنجز المهام بتاعتك. عارف ان المكان ده مريح جدا بالنسبة لك انك انت تنجز فيه اعمالك، او تذاكر فيه، او تنجز فيه المشروع بتاعك، او تكتب فيه التقرير بتاعك، او تألف فيه، او تكتب فيه الكتاب بتاعك، او تألف فيه، او تذاكر فيه، او تستضيف فيه الناس. خلاص يبقى خليك في المكان ده اللي انت بتستريح فيه. اذا ركز على المواقع اللي تحقق لك نتائج ايجابيه، focus on key results only areas. بعد كده في بقى القاعدة رقم 8 بيقول لك apply the law of three، يعني طبق قانون الثلاثة. يعني ايه قانون الثلاثة او القانون الثلاث حاجات؟ بيقول لك ان في ثلاث مهام اساسية، لو دورت كل مرة هتعوز تنجز ايه هتلاقي من كل، لو عندك 50 مهمة، عندك 20 مهمة، عندك 10، هتلاقي فيه 3 حاجات هم دول المهمين جدا اللي لازم تنجزهم في الوقت ده. عشان كده بيقول لك طبق عليهم قاعدة ال 90 10، او ال 10% وال 90، اللي هي خطط للثلاثة دول وعلشان تنجزهم بسرعة في وتوفر 90% من الوقت. فبيقول لك في 3 مهام، يبقى طبق القاعدة apply the law of three، في 3 مهام أساسية دول اللي لازم أشتغل عليهم ودي اللي لازم أحققها. بعد كده يبقى دور خلصهم ودور على 3 غيرهم، يبقى باستمرار على اللي هم بنقول عليهم 3 part list أو ال3 مهام الأساسية. طيب يبقى دي اللي هي بنقول عليها ال 3 part list أو ال3 مهام الأساسية. بعد كده ركز على المواقع الأساسية، خلاص طبق قانون الثلاثة اللي هي بنقول عليها دي، الـ3 حاجات الأساسية اللي انت لازم تطبقها. بعد كده prepare slowly
before you begin، يعني ايه؟ الاستعداد الكامل قبل ما تبدأ اي حاجة، قبل البدء بشكل زي ما احنا بنقول، قبل ما تبدأ اي حاجة لازم تكون محضر كل الادوات اللي ما تضيعلكش وقتك ابدا، زي بالظبط اللي بيعمل عملية جراحية لازم يكون كل حاجة محضرها، معقم المكان، عامل كل حاجة بحيث ان هو يجري العملية بسرعة. الطبيب الكبير، الجراح الكبير، الناس اللي عندها محاضرة، الناس اللي هتنجز مشروع، كله لازم يحضر الحاجة قبليها بفترة كافية، ويكون محضر كل شيء، كل الأدوات المناسبة ليه عشان ينجز أعماله وما يضيعش وقت في تحضير هذه الأشياء. يبقى الاستعداد بشكل كامل قبل البدء، prepare thoroughly before you begin، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة اللي بعد كده أو القاعدة رقم 10، take it one oil barrel at a time، يعني خد برميل واحد، برميلة واحدة، take it on one oil barrel at a time، معناها خد برميلا واحدا كل مرة. يعني ايه؟ يعني لما احنا ساعات كتيرة بيبقى عندنا مهام كتيرة اوي، لكن هو زي ما احنا قلنا في ثلاث مهام كبرى، ما ينفعش اخد الثلاث مهام الكبرى دي اشتغل عليها مرة واحدة، لازم ابدأ بالمهمة، بالاول حاجة مهمة خالص. يبقى ما فيش حاجة اسمها ان انت to achieve all the multitaskings، يعني انا عندي مهام متعددة ما ينفعش ان انا احقق كل المهام دي مرة واحدة وفي وقت واحد، لا، اخد المهمة الاولى اركز فيها اخلصها وانهيها، وابتدي في المهمة اللي بعد كده، وابتدي بعد كده اخلصها وانهيها، وابتدي في المهمة التانية. يبقى only task او خليها mono task، خليها مهمة واحدة بس او حاجة واحدة بس هي اللي تنجزها، وتنجزها بشكل كويس وشكل كف وبشكل جيد وجدير بشخصيتك وجدير بالخبرات اللي انت مكتسبها، ثم بعد كده تنقل على حاجة تانية. يبقى take it on only one oil barrel at a time، معناها انك انت خد برميلا واحدا كل مرة، معناها ركز على مهمة واحدة بس to accomplish، او ان انت الحاجة اللي انت عايز to achieve، الحاجة اللي انت عايز تنجزها، يبقى ركز على حاجة واحدة بس للإنجاز. حاجة مهمة جدا بقى بعد كده في القاعدة الحداشر، دول أول عشرة. القاعدة الحداشر بيقول لك upgrade your key skills، ما هو ما ينفعش انك انت عايز تعمل مشروع جديد وانت عندك مهارات تقليدية، وانت لسه بتحط حل واحد بس لأي مشكلة، مع ان انت بتدرس بقى في الـ problem solving او الـ problem based learning، ان مفيش حاجة اسمها الـ clear cut solution، مفيش حاجة اسمها حل اوحد للمشكلة، لا، في alternatives او في بدائل للحلول للمشكلات. فمهارات حل المشكلات في الوقت الحالي بيقول لك لازم يكون عندك خطط بديلة، أو لازم يكون عندك حلول بديلة، ما يكونش هناك حل أوحد. لكن لو أنت متبع أن هناك حل وهو ده الحل الوحيد للمشكلة، يبقى أنت كده لسه مهاراتك تقليدية. لو أنت بتتعامل مع مهارات القرن الواحد وعشرين بمهارات القرن العشرين، يبقى أنت لازم أن أنت تنمي to develop your skills، أو أن أنت to upgrade، أن أنت تجدد أو تحدث المهارات بتاعتك كل شوية علشان تقدر تنجز مهامك بسرعة. لو أنت شايف أنك أنت الكتابة أسرع بالإيد وأن أنت تكتب بسرعة بالإيد، يبقى أنت هتاخد أكتر وقت أطول، لأن في حاجات تانية، في برامج أخرى بتساعدك على أنك أنت تنجزها من خلال التكنولوجيا. لو أنت قادر اللي انت ممكن تدرس في اوقات طول الوقت بين خلال استخدام المحاضرات او اسلوب المحاضرة التقليدية والكلام ده كله، هتلاقي الطلاب شوية بيزعلوا او بينزعجوا او مش قادرين يتواصلوا معاك، لان مهارات القرن الواحد وعشرين بتقولك استخدم استراتيجيات تعليم وتعلم وهكذا. يبقى معنى كده انك انت لازم باستمرار علشان المهام بتاعتك تنجز بسرعة، لازم تتعلم مهارات او تجدد مهاراتك باستمرار، وان انت to save your time برضو، ان انت تحافظ على وقتك، ان الكتاب كله عن ادارة الوقت. المهارة او القاعدة رقم 12 اللي هي identify your key constraints، مهم جدا ان انا اعرف ايه هي الحاجات اللي تشالنجز قصادي، او البيج تشالنجز، او الحاجات اللي هي بتبقى كونسترينز او معوقات او تحديات قصادي، ومش عارف احقق اهدافي بسببها، او انجز مهامي بسببها، او احقق الحاجه اللي انا عايزه اعملها بسببها. يبقى باستمرار انك انت اعرف ايه هي الصعوبات والضغوط اللي عليك، وحاول انك انت تذللها او تتجنبها، استخدم استراتيجيه لترضيك او تتكيف معاها على حسب قدراتك. يبقى ممكن يا اما تتجنبها، ممكن ان انت تتحداها وان انت
تقف تزيلها من طريقك، او انك انت تتكيف معاها. دي على حسب الاستراتيجية وعلى حسب قوتها وعلى حسب تأثيرها عليك ايه. طيب put the pressure on yourself، برضو القاعدة رقم 13 بيقول لك put the pressure on yourself، معناها اضغط على نفسك. يعني ايه؟ يعني انت قلت الاسبوع الجاي انا هنفذ، هكون مخلص البروجكت بتاعي، او هكون مخلص البحث بتاعي، او هكون مخلص الواجب بتاعي او التكليف بتاعي، او ان انا يبقى طالما قلت هخلص حاجة يبقى خلصها. اضغط على نفسك، يعني كرس كل وقتك للوقت ده. لو انت طبعا مع تقسيم، مع ضرورة يعني ان انت تعمل prioritize، او ان انت تحدد الاولوية بتاعتك ايه. طبعا انت مش تضغط على نفسك ان انت تكون تحت ضغط نفسي او under stress، معناها انك انت طالما حددت حاجة عايز تنجزها يبقى انجزها في الوقت المحدد بتاعها وما تأجلهاش. تمام؟ طيب هيتساعدك على ايه بقى القاعدة اللي وراها على طول؟ بيقول لك motivate yourself into action، معناها حفز نفسك للعمل باستمرار. motivate yourself into action معناها خلي عندك دافعية، حط كل حاجة. يعني لو في مكان بتحبه، في المكان ده بترتاح فيه تنجز في العمل، انجز في العمل. لو في موسيقى بتحب تسمعها وانت بتذاكر او بتشتغل او بتكتب حاجة او بتنجز مهمة، او في الميدان بتحب تسمعها، اسمعها. لو في حاجات مثيرة او بس حاجات اللي هي مثلا كوفي بتشرب، تحب تشرب كوفي، بتشرب قهوة، بتحب انك انت تاكل الشوكليت، الحاجات دي خلصها لو انت شايف ان دي motivated you، بتشجعك على انك انت تعملها. يبقى motivate yourself into action طبعا باستخدام الحاجات اللي بتساعدك على التحفيز. تكنولوجي، التكنولوجيا هو بقى قال لك قاعدتين عن التكنولوجيا، واحدة فيهم سلبية وواحدة التانية إيجابية. إزاي؟ بيقول لك تكنولوجي is a terrible master، معناها إن هي التكنولوجيا مضيعة للوقت وخادعة. إمتى؟ ده على حسب طريقتك في التفكير. عشان كده نرجع للعبارة اللي قالها في بداية الكتاب، قال لك غير طريقتك في التفكير لما تيجي تستخدم إيه التكنولوجيا. يعني إيه؟ يعني لما تستخدمش التكنولوجيا طول الوقت تشاتنج مع الناس، وطول الوقت بتكتب على الفيسبوك كلام مش كويس، أو إن أنت كلام يعني مش هيستفيد منه حد يعني، أو إنك أنت تضيع وقتك في السوشيال ميديا كده، أو تستخدم التكنولوجيا بس كده إن أنت تسلي بيها وقتك. طب ما كل ده مضيعة لوقتك. لكن لو استخدمت التكنولوجيا انها تكون سيرفنت ليك وخادم ليك، هي دي بقى القاعدة رقم 16. يبقى اذا كانت التكنولوجيا بالنسبة لك بقى هتبقى الجيمز بقى والالعاب، وان انا اتعرف على الناس والصداقات والكلام ده كله، خلاص بقى انت كده ضيعت نفسك وضيعت الوقت بتاعك، وكمان ضيعت وقت الاخرين، ومش هتنجز ايه؟ مش هتنجز اي حاجة، ومش هتحقق الاهداف بتاعك. لكن انت لو استخدمت بقى في القاعدة 16 اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك technology is a wonderful servant، معناها التكنولوجيا خادم ليك، او خادم كمان جيد جدا ليك وممتع وفي نفس الوقت ذكي. يبقى لو كانت التكنولوجيا هي حاجة مفيدة ليك، او هنا بقى استخدم او استثمر التكنولوجيا انها زي ان انت بتعمل سكادول او الكترونيك سكادول، زي انك انت بتستخدم الاستراتيجيات والسوفت وير اللي هي ازاي تنظم وقتك، زي ما خدنا قبل كده المايند مابنج، خريطة الذهن، والسوفت وير الخاص بخريطة الذهن ازاي اكتب كل الحاجات اللي انا عايزاها والمهام اللي انا عايزاها واحققها. ان انت تستخدم كل السوفت ويرز اللي تساعدك على انك انت تبلان، تخطط لوقتك ازاي وتحدد اهدافك ازاي. في الوورد دوكيومنت دلوقتي عليها كالندر، وممكن ان انت تحط الحاجات بتاعتك بسهوله بدل ما تقعد تقسم هعمل ايه النهارده وهعمل ايه بكره. ممكن تطبع الشيت الخاص بيه، الشيت اوف بيبر الخاص بيه الكالندر في الوورد دوكيومنت، وممكن تكتب عليه اللي انت عايزه وتطبعه وتعلقه وتحطه في اللي انت. يبقى شوف قد ايه بقى بقيت المهم. ممكن تسيرش على الانترنت وتبحث وتطلع الايه الكتب والحاجات والريفرنسز والحاجات اللي انت عايزها علشان تخدم البحث بتاعك وهكذا. اذا هنا اصبحت التكنولوجيا مش مضيعه للوقت زي ما انت استخدمتها في القاعده السابقه، او الناس معظم الناس بتستخدمها في تضييع وقتها. لا، دي اصبحت دلوقتي حاجه مثمره. القاعدة 17 بيقول focus your attention. العلم او الانجاز المهام مش بيتعلق بس بانك انت لازم تكون creative او ان انت لازم تكون innovative person. لا،
العلم تركيز. يعني ايه تركيز؟ يعني ما هو كلنا بنقعد تحت الشجرة كل يوم، وكلنا ممكن يكون تحتينا فوقينا شجرة تفاح، لكن التركيز الشديد هو اللي خلى نيوتن يبدع قانون الجاذبية جرافتي لو. يبقى التركيز الاتنشن اكتر من انك انت تقول انا ذكي انا مبدع، لا مش لازم، او بقدر معين لازم يكون عندك نسبة من الذكاء، لكن التركيز ده 100% 100% يساعدك على انجاز المهام. يبقى focus your attention، ركز انتباهك، ودي حاجة مهمة جدا علشان ان انت to completing your tasks او your most important tasks. طيب حاجة مهمة جدا بقى، اللي هي أصلا أساس كل شيء، اللي هي البريك داون، أو اللي هي إزاي إن أنت تو سبليتنج الانتيتي أو الهول أو السيتويشن بتاعك أو التاسك بتاعتك أو المهمة بتاعتك انتو سمول بارتس، اللي هي سلايس and dice the task. Slice and dice and dice the task معناها جزأ وقطع المهمة بتاعتك. Break down أو splitting التاسك بتاعتك. So I have it. أنت عندك تاسك مهمة كبيرة جدا، عندك مهمة كبرى، تقوم مجزأها لحاجات بسيطة وتنجز أول مرحلة. يعني لو عندي بروجكت، البروجكت ده هياخد 3 سنين، يبقى اعمله على 6 مراحل. يبقى في ال3 سنين دول يبقى اعمله على 6 مراحل. ال6 شهور الاولانيه هعمل فيهم ايه، ال6 شهور الثانيه، ال6 شهور الثالثه، ال6 شهور، وبعد كده ابتدي اربطهم في بعض، وايه تاثير المرحله، وايه اللي انا حققته، المايلستون اللي بنقول عليها المايلستون، ايه اللي انا حققته في السنه الاولى في ال6 شهور الاولانيين بنسبه قد ايه، والقيمه بتاعتهم ايه، وايه النتائج بتاعتهم، بعد كده اصب فيهم على ال6 شهور التانيين حتى اصل الى السنة الأخيرة يكون الإنجاز. يبقى قطع وجزأ المهمة بتاعتك تقدر إنك أنت تحققها بسرعة. ودي طبعا في على فكرة ميثود لكده، وفي استراتيجي لكده اسمها الورك بريك داون ستراكتشر، أو مصفوفة تقسيم المهام، اللي هي الـ WBS، الورك بريك داون ستراكشر. ال WBS دي جميلة جدا، ودي طريقة برضو هاتوها من على الانترنت واعملوها وفرغوا فيها البروجكت بتاعكم، وقسموه سبليتنج كده للجولز والاهداف والورك بلان بتاعتكم والبلان خطة العمل ايه، وشوفوا والاهداف بتاعتكم ايه. ودي على فكرة بتتعمل للمشروعات. بعد كده بيقول القاعدة رقم، دي القاعدة كانت رقم 18، اللي هي slice and dice the task، جزأ وقطع المهام. القاعدة رقم 19 بيقول لك create large chunks of time، اخلق فترات طويلة من الوقت. يعني ايه؟ يعني خلي عندك كده مساحة من الوقت تعمل فيه كل اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول انا الاسبوع الجاي هنجز المهمة، وانت المهمة وايه، وتسيب وقت كبير جدا ما تشتغلش فيه، وتيجي عند اخر يومين تشتغل فيه المهمة بتاعتك، وتقول اصل انا حددت اسبوع لكن انا هعملها في يومين، وتلاقي نفسك في اليومين دول ما بتنامش، وشارب بتاع 5 6 قهوة، كل ده عشان تنجز الحاجة بتاعتك، وانت سايب 5 ايام قبل كده مش ما عملتش فيهم حاجة، وقعدت بس كده عملت حاجات بسيطة اللي هي الحاجات الثانوية، لكن ما عملتش الحاجة الأساسية. لا، هو بيقول لك ادي وقت ومساحة لنفسك انك انت يكون عندك بعد ما تنجز المهمة يكون عندك وقت كبير. ازاي؟ انك انت قسم الوقت بتاعك. ان احنا قلنا ان احنا علشان انجز المهمة الواحدة لازم اقسمها لحاجات بسيطة، يبقى النهاردة هعمل كذا. علشان كمان قال لك ايه؟ قال لك ادي مساحة للبيرسونال لايف بتاعتك، هي مش كلها هتكون حياتك كلها قايمة على الورك لايف، لا، او الحياة العمل فقط، او الحاجة اللي انت بتعملها بس، لا، ادي مساحة لنفسك ان انت تستريح شوية. البيرسونال لايف، ادي حياتك الاجتماعية، اسرتك، او حياتك اللي انت عايز الرفاهية بتاعتك. فكل يومك، يومك لازم يكون فيه ال3 حاجات دول، ما بيكونش بس فيه الورك لايف، ما بيكونش فيه حياتك العملية بس. عشان كده بيقول لك اذا كنت عايز تكون سعيد وتحقق اهدافك بسرعة وما تضيعش وقتك وما تحسش ان انت مضغوط، ما تعملش، ما تنجزش مهمك في اخر لحظة وتقول اصلا انا كان معايا اسبوع بس انا في الاخر يومين اللي موتت فيهم نفسي.
طبعا عادة ناس كتيرة كلنا كنا بنعمل ده زمان، لكن دلوقتي بعد بقى ما اتعلمنا وقرينا الكتب دي ما بقيناش نعمل كده خالص، وبقينا ندي لنفسنا مساحة، بل بالعكس بنخلي في وقت فاضي 2 أو 3 قبل ما الميعاد المحدد علشان نقدر ان احنا نراجع، نقدر ان احنا نعمل حاجة احسن، نقدر نجود وهكذا. يبقى باستمرار ادي لنفسك ايه مساحة من الوقت، او ادي فترات من الوقت عشان تقدر تراجع فيه الميعاد. بعد كده القاعدة رقم 20 اللي هي develop a sense of urgency، يعني خلي عندك أو طور إحساسك بالطوارئ. يعني إيه طور إحساسك بالطوارئ؟ يعني هو مش الدنيا زي ما إحنا بنقول وإحنا بننجز المهام بتاعتنا باستمرار بيبقى في حاجة كده طارئة، أو في حاجة كده بتدخل في السكة، أو مهمة بتدخل في السكة، يبقى أو بتيجي حاجات كده لازم تعملها بسرعة، زي الأزمات، زي مثلا حصل زلزال لا قدر الله، حصل إن مطر جه واني اتعطلت الدراسة او اتأجلت حاجة مع ان كان في حاجة مهمة جدا لازم تحققها في اليوم التالي. الله، طيب ايه اللي حصل، ايه اللي مش هيخليني، طب انا لازم اقدم البروجكت ده بكرة، ده بكرة هتضيع الوقت وهكذا. يبقى لازم تكون حاطط عندك بلان للطوارئ. زي بالظبط ما نقول ان المطر لما بينزل بيسد الشوارع كلها، يبقى احنا لازم او الامطار لما بتيجي وبتيجي على حين غفلة، والحاجات دي كلها كوارث طبيعية او ازمات طبيعية، يعني بتيجي بفعل الطبيعة، يبقى احنا لازم نتحسب لها ان يكون عندنا مصارف، ان يكون عندنا حاجات. طيب نفس الكلام، طب افترض تعطلت الدراسة، تعطلت الجامعات، يبقى احنا عندنا بلان بي اللي هي الدراسة اونلاين، ان احنا نبعت لولادنا وطلابنا الماتيريال عشان ما نتعطلش اسبوع او اسبوعين او 3، ان احنا نبعت الحاجات دي اونلاين، وان احنا نبعت لهم الايه الدراسة او الماتيريال بتاعتهم اونلاين، ونساعدهم انهم زي ما بنقدم كده الكتب بتاعتنا وزي ما بنشرح لهم، ممكن ان احنا نبعت لهم ماتيريال على الواتساب، على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، على الموقع الخاص بالكلية، أي حاجة، المهم إن إحنا نتواصل معاهم، ومش لازم نشوفهم فيس تو فيس، مع إن ممكن نشوفهم برضو فيس تو فيس من خلال استخدام التكنولوجيا. طيب يبقى develop a sense of urgency، خلي عندك إحساس بالطوارئ، يعني حط خطط للأزمات. برضو دي بتساعدك انك انت to save the time بتاعك وت eat الفروج، او to eat that frog، او تنجز المهمة بتاعتك. القاعدة الأخيرة دي كانت الـ20، القاعدة الأخيرة خالص اللي هي single handle every task، معناها استفرد بإدارة كل مهمة على حدة. يعني إيه؟ يعني استفرد بيها معناها يعني خلي انت تكون متابع المهمة الكبرى، الحاجة اللي محدش هيعرف يعملها غيرك انت، اعملها لان هي دي اللي هتنسب ليك. يعني انت مسؤول عن حاجة معينة وهي دي اللي معروف انت بيها فقط، يبقى لازم دي هتنسب ليك، يبقى انت ادارتها من الـ A to Z هي بتاعتك. يبقى استفرد بالمهمة بتاعتك من كل جوانبها ومتابعتها، من بداية التخطيط ليها لبداية الانجاز فيها النتائج بتاعتها ومتابعة النتائج كمان. وما ما تشيلش ايدك من المهمة دي، او ما تبعدش عنها الا لما تكون، هو بيقول لك الا لما تكون انجزتها بنسبة 100% وتحققت من النتائج بتاعتها 100%، والا كده مش هتبقى مسؤول عن المهمة دي، وهتبقى less productivity. حتى بيقول لك لو انت ما انجزتهاش بنسبة 100% هتبقى less productivity، او مش هتحقق اللي انت ايه اللي انت عايزه. ده بالنسبة للكتاب القيم ده. يبقى هنراجع كده تاني ال 21 بسرعة كده، ال 21 او ال 21 قاعدة اللي قالها لنا بيريان تريسي في كتابه القيم جدا Eat That Frog 21 Great Ways to Stop Procrastinating and get more done in less time. أول حاجة اللي هي جدد ما تريد، اللي هي حدد الهدف بتاعك. تاني حاجة خطط ليومك مسبقا. تالت حاجة طبق الـ 80-20، قاعدة الـ 80-20. رابع حاجة consider that the consequences، حدد أو حدد النتائج بتاعتك، أو ركز على النتائج. practice رقم 5 practice creative procrastination، اللي هي مارس التأجيل الإيجابي. رقم 6 use the ABCD method continually، معناها
طبق قاعدة الـ A B C D E اللي هي تحديد المهام، مستويات المتنوعة للمهام بشكل مستمر. بعد كده فوكس رقم 7، فوكس اون كي ريزلتس اريا، ركز على المواقع التي ذات النتائج المثمرة. ابلاي ذا لو اوف 3، طبق قاعدة الثلاثة. بريبير ثرولي بيفور يو بيجن، حضر او الاستعداد التام والكامل قبل البدء في انجاز المهمة بتاعتك. القاعدة رقم 10، تيك ات وان اويل باريل ات ا تايم، معناها خذ برميلا واحدا كل مرة، معناها خد مهمة واحدة بس. القاعدة رقم 11، upgrade your key skills، جدد المهارات بتاعتك باستمرار. القاعدة رقم 12، identify your key constraints، حدد وتعرف على الضغوط أو الصعوبات اللي بتقابلها. القاعدة رقم 13، put the pressure on yourself، اضغط نفسك لحد ما تحقق أهدافك أو لحد ما تنجز المهمة بتاعتك. 14، motivate yourself into action، معناها حفز نفسك للعمل. القاعدة رقم 15، التكنولوجيا technology is a terrible master، معناها التكنولوجيا حاجة خطيرة ومضيعة للوقت. أو رقم 16 اللي هي technology is a wonderful servant، أنت اللي بتحدد اللي هي التكنولوجيا خادمة لك. رقم 17، focus your attention، ركز انتباهك. رقم 16، slice and dice the task، يعنيها جزأ وقطع المهمة. رقم 19، create large chunks of time، معناها اخلق مساحات او فترات طويلة من الوقت. develop a sense of urgency، رقم 20 اللي هي طور احساسك بالطوارئ. واخر حاجة عندنا او اخر قاعدة عندنا اللي هي single handle every task، معناها استفرد بادارة كل مهمة على حدة. دي ال 21 قاعدة أو طريقة أو استراتيجية اللي اداها لنا بيريان تريسي في كتابه القيم جدا اللي حقق أعلى مبيعات اللي هي Eat That Frog. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم أن أنتم تكونوا استفدتوا وأن أنتم تكونوا حاليا عندكم إدارة جيدة للوقت. وحقيقي انا بس عايزه اقول لكم حاجه، ان انا كل ما باجي ادي تدريب او اي حاجه للناس اسالهم تحبوا لو انا عملت تدريب تحبوا تاخدوا ايه التدريب اللي انتوا تحبوه. فالكلام ده من حوالي 10 سنين مثلا لحد دلوقتي متجدد نفس الموضوع، اداره الوقت. يعني طول الوقت، يعني حتى المفروض التدريب ده بيبقى الحاجات او الموضوعات الحديثة والموضوعات اللي هي بقى موضوعات الساعة، مثلا الانتربرنيورشيب، ريادة الاعمال والمشروعات، الجرافيك، الحاجات دي كلها. لا، او اللغات، اكتساب لغات او الاتيكات او الحاجات دي، يقول لك لا، إدارة الوقت. وعلى كل المستويات، يعني أصبحت إدارة الوقت دي مهما قلنا ومهما الناس قالت فيها استراتيجيات، هنلاقي فكرة أنا ما عنديش وقت، أنا مش عارف أنظم وقتي، أنا مش عارف إيه، هي الشغل وهي موضوع الساعة القديمة المتجدد باستمرار. فياريت نوجد أسباب ليه هو الموضوع ده قديم متجدد، وليه نوجد أسباب إحنا بنضيع وقتنا في إيه. شكرا جزيلا، وأتمنى أن يكون الموضوع عجبكم، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة الثامنة من قرأت كتابا or I read a book. فاطمة الزهراء سالم معاكم، أستاذ بقسم أصول التربية، تربية عين شمس. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.